أستاذ إحسان الحافظي، ما دور التدخل الدولي منذ سنوات في هذه المنطقة؟ البعض يقول بأنه لربما تسبب عوض تطويق الظاهرة الإرهابية في منطقة معينة في مالي مثلا، لربما يكون تسبب في تشتيت الخطر الإرهابي في عموم المنطقة. بعض التقديرات تشير إلى أن هذه المنطقة الساحل أصبحت نقطة انطلاق للجماعات المسلحة لاستهداف الشمال الإفريقي، ربما المغرب أيضا إلى غير ذلك، وأيضا تتجه نحو الجنوب، جنوب الصحراء. من من مصلحته أن يتشتت هذا الخطر الإرهابي في عموم منطقة الساحل؟ وأعتقد أن النزوح والإرهاب بهذا المعنى هو عنوان لفشل كل المبادرات. قبل أن نتحدث عن المبادرات المجتمع الدولي أو عن المبادرات الدولية، يمكن أن نتطرق أيضا إلى المبادرات الإقليمية صادرة على الاتحاد الإفريقي، مبادرة إسكات البنادق التي كان من المفترض أن تؤدي وظيفتها بنهاية 2020، وتم التمديد لها في قمة جوهانسبورغ في يناير الماضي، في دجنبر الماضي عفوا، إلى سنة 2030، بمعنى أنها لم تنتج النتائج المرجوة منها. هناك أيضا ما يسمى بالأجندة السياسية العشرية للاتحاد الإفريقي التي جرى إقرارها والتي يفترض أن تمتد إلى سنة 2063. إذن كل هذه المبادرات الإقليمية لم تؤتي أكلها، لأن سياسة أو منطق المحاور الذي يظل يتحكم في قرارات هذه المنظمة الإفريقية عطل وظيفتها. وقد يعني لاحظنا كيف أن بعض أجهزة الاتحاد الإفريقي تحولت من أداة أو من وسيلة لتحقيق السلم والأمن للبلدان التي تعيش أزمات أمنية وتعيش على وقع الهجمات الإرهابية، إلى أدوات لتسوية حسابات سياسية وغيرها إلى ذلك. طبعا بالمقاربة أو بالمقترب الدولي، يمكن القول أنه هناك المقترب الأساسي أو الحاضر بقوة هو المقاربة أو المقترب العسكري، بمعنى أن المقاربة الأمنية التي تقودها فرنسا اليوم ومن خلفها عودة الالتزام الدولي سواء للولايات المتحدة الأمريكية أو لبعض بلدان أوروبا إلى جانب المساهمة العسكرية لبلدان إفريقية معنية منها مالي، بوركينا فاسو إلى آخره، قلت عودة هذا الالتزام السياسي من شأنه الدولي، من شأنه أن يساهم فعلا في بلورة حلول. لكن يبقى دائما الإشكال المطروح على صعيد هذه المنطقة، خاصة في منطقة الساحل. المغرب معني بتطورات الوضع الأمني في منطقة الساحل في الوقت الراهن؟ ويمكن القول أنه المغرب بفضل نجاعة يعني المؤسسات الأمنية ومحصن إلى حدود الآن، لكن في ظل كما قلت سياسة بناء المحاور التي تقوم بها بعض البلدان داخل المنطقة في شمال إفريقيا تحديدا، يمكن أن يصبح هذا الخطر يعني متنقل، ويصبح هذا التهديد يعني من التهديدات القريبة من شمال إفريقيا. يعني إذا لاحظنا مثلا اليوم خريطة جغرافيا الإرهاب في المنطقة، يمكن القول أنه بالفعل استوطنت أو استقرت في الكثير من النقاط التي كان يفترض أنها بعيدة جدا. ما أوصل تنظيم داعش عن طريق حركة الشباب إلى الموزمبيق، ما أوصل تنظيم داعش إلى بعض البلدان المحادية إلى أو الموجودة في 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 جنوب القارة الإفريقية إلى آخره. إذا ضمن هذه الجغرافيا تبدو شمال إفريقيا ومنها المغرب يعني أكثر أمانا، لكن غير واضح مستبعدة أو غير بعيدة عن التهديدات الناشئة المرتبطة بشبكات التجار، يعني شكرا لك، بشبكات الإرهاب وبشبكات الجريمة العابرة للحدود.